اهلا بكم متابعين فاسيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. باقيين مواصلين لقاءاتنا الفنيه الرمضانيه، واليوم معنا ضيف مميز. اليوم معنا ضيف اللي استطاع النجم ديالو اكثر واكثر، خاصه في موسم رمضاني وقبل من الموسم الرمضاني، بمشاركته بمسلسل الرحلات. هذا المسلسل اللي حقق نجاح كبير. اليوم معنا الفنان والمخرج رشيد بوفاريسي. اهلا بك سي رشيد. مساليك. اهلا وسهلا، بارك الله فيك. مباركة. الله يبارك فيك سي رشيد. في الاول بغينا نعرفوا كيفاش تلقيتوا النجاح ديال مسلسل الرحاليات انت والطاقم ديال العمل. اولا كنشكروا الفاس بريس على هذه الدعوه. ثانيا بالنسبه لتلقين الخبر ديال نجاح مسلسل الرحاليات، هو اكيد ان اي عمل كيتخدم بالقلب كيوصل القلوب الناس. فعندما تكون جاد ومجتهد في عملك وفي البحث ديالك، فضروري ما تكون النتيجة هي نتيجة إيجابية. وهذا هو اللي كان في بالنسبة لمسلسل الرحاليات، أن كان هناك طاقم فني وطاقم تقني وطاقم إداري، كلهم سهروا على نجاح هذا العمل. لا من كتاب السيناريو اللي كنعرفوا بان الرحاليات هو عمل اللي نبش في التاريخ العميق ديال المغرب، ابان الاستعمار الفرنسي وكيفاش كانت الظروف ديال المغاربه. وهذه من الاعمال اللي يجب ان تكون دائما لانها توثق لواحد المرحله من المرحلات ديال المغرب، تاريخ المغرب، تاريخ المغرب اللي خص الشباب ديال اليوم يعرفها، يعرف بانها المغرب. هي الصراعات والمشاكل والمعاناة اللي كانوا عانوها الأجداد ديالنا خصهم يعرفوها. وأكيد أنا فكل عمل اللي يهضر على تمغربيت فكيلقى نجاح، وكل عمل تخدم بجد وبصدق وكذا تلقى نجاح. ولكن إلا بغينا مثلا بغينا نعرفوا منك، شكون اللي كتشوف أنه هو اللي كان ليه الفضل في النجاح ديال هذا؟ هو اي فعلا المجهودات ديال الطاقم كامل كتساهم في هذا النجاح، ولكن بالنسبه لك؟ لا، هي مساله طبيعيه بالنسبه لنجاح العمل، تيكون من البدايه ديال تاسيس العمل من كتابه السيناريو. فالوقت اللي كنبدا العمليه كتابه السيناريو، وبالخصوص هذه الانواع ديال الاعمال اللي هي اعمال تاريخيه، تيكون فيها بحث، وبحث بشكل دقيق. إذن تيكون مجهود كبير في الكتابة أولا. ثانيا فين كتبدا التقطيع ديال العمل، الديكوباج، هنا كتدخل مسائل ما هو تقني. فهنا تيكون السيناريست أو الكتاب السيناريو، فكتدخل عملية ديال الإخراج، نظرة ديال المخرج. هادو ركائز أساسية باش ينجح العمل. حيت فين تيكون السيناريو عندنا مزيان، وعندنا مخرج دي متمكن أيضا مزيان، وتيكون يتم الاختيار ديال الممثل بشكل صحيح ووضعه في المكان المناسب ديالو، كيزيد من نسبه نجاح العمل. اكيد سيكون هذا النجاح. واختيار طاقم تقني اللي غيؤدي لنا، حتى التقنيين لهم دور كبير في نجاح العمل. فالصوره والصوت والاناره والديكور واختيار الملابس والبحث في الملابس، والملابس الملابس حتى هي، لان هذا عمل تاريخي عنده واحد الخصوصيه، خصوصيه في بحث. الموسيقى كذلك، حتى عمل خصو بحث موسيقي، ماشي اي موسيقى يمكن نديروها. ولا لاحظتي في العمل شي اغنيه الجيري كيفاش مخدومه، اللحن والكلمات وكذا، وحتى المقاطع الموسيقيه المرافقه للعمل كلها فيها بحث عميق. ولا بغينا ندويو على الدور ديال سي رشيد، فقربنا اكثر من تفاصيل ديال هذا الدور. دور مخلوف. مخلوف هو زعيم واحد مجموعه ديال الرحال اللي كيتنقلوا من تنقولوا نقولوا من مكان لمكان، او كيف ما كنا من حطه لحطه، بحثا تيبحثوا على الكلاء والعيش الكريم والماء ولا باش يعيشوا. فمخلوف كان هو القائد ديال هاد الناس هادو اللي كيختار ليهم فين يمشيو، كبير الرحال، كبير ديال الرحال ديالهم.
اللي كيختار له الحقه المناسبه اللي يمكن يعيشوا فيها في امن، خاصو يربط علاقات مع الناس اللي عندهم نفوذ في المنطقه اللي غيمشيو ليها وكذا. هو مخلوف، هو حتى اسم ديال مخلوف ما حطوش السيناريست اعتباطي. مخلوف يعني فانه يخلف الشيء، هو الخليفه، هو كذا، فبهذه الاشكاليه. ايضا هو مخلوف ما عندوش الاولاد، عنده بنتين والزوجه ديالو توفات وتزوج بوحده اخرى. هاد الرحال عنده واحد الجانب، هو انه كيفرحوا البنت اكثر من الولد. على الوقت اللي كتزاد عندهم بنت تيفرحوا لها بشكل كبير، تيديروا لها الحفلات، يعني كيعطيو للبنات قيمه اكثر من الولد. ولا لاحظتي احنا في الدور ديالنا مخلوف وخيطانه، بنت وخيطانه، انها كتلعب دور ديال انها قويه وانها هي اللي كتعطي الاشاره فقط. خيطانه راهي من الابطال الاساسيين ديال الخيطانه، هي من الابطال الاساسيين ديال العمل. ف هنا كتبان بان احنا كمغاربه تاريخيا ان عندنا المراه عندها قيمتها، كاينه قيمة ديالها. يعني كاين مجموعه من الرسائل اللي مررها الرحاليات من غير يعني التاريخ والحقائق التاريخيه، وانما رسائل اللي هي اللي كتشرف المغرب وتاريخ المغرب. بهذه الرساله الاولى هو الاهتمام بالمراه، اعطيها القيمه ديالها، وانها خاص تكون عندها قوتها وعندها قرار، تاخذ قرار ديالها. راه ماشي وليد لحظه، راه يعني تاريخيا. فهنا باش نهضروا على الحاج احمد بو عروه، ونهضروا على جميله البرجي كانهم كتاب السيناريو، ونهضروا على جميله البرجي كانها مخرجه. ف لانهم كان واحد التجانس بيناتهم في الكتابه، تجانس في الكتابه. في الاخراج كانت جميله عندها دور كبير، نتمكن من الادوات، ماشي نتمكن من الادوات التقنيه والفنيه، حتى الكوشين ديال الممثل. ف يعني الحاج بو عروه، وكان واحد صديق جميل امين ناسور، حتى هو داخل في هذه المساله ديال انه تعملوا على يعني التوجيه ديال الممثلين، باش نشوف واحد الخط، حيت راه ما يمكنش ان كل ممثل يدير داكشي اللي بغى، خاصه ان الطاقم ديال العمل كبير بزاف. اذا خلينا كل واحد غيدير غادي نخرجوا. دونك كان واحد التوجيه، لا من طرف كتاب السيناريو، لا من طرف الاداره ديال الممثل، كان توجيه بشكل كبير باش يبقى كل شخصيه عندها خصوصيات ديالها. يلا حتي كتلقى مخلوف كيفاش كيأدي الدور ديالو، كتشوفي القيد بوسلهاب كيفاش كيأدي الدور ديالو، الناس ديال الرياض، حيت كاين الناس ديال الرياض، وكاين الناس ديال الخيام، وكاين الناس ديال السوق. نرجعوا للمخلوف، مخلوف شنو اللي اثارك في هذه الشخصيه هذه؟ هو شخصيه مخلوف فيها اللي عجبني فيها بشكل كبير، انه انسان محب بالفعل الخير، انه يتزعم واحد مجموعه الناس اللي في الحمايه ديالو، انه تيعمل باش يحمي هذوك الناس كاملين. تيخصو يبحث لهم على، يضمن لهم انه استقرار، كيضمن لهم الامن، اول ثانيه كيضمن لهم انهم تيحطوا في واحد البلاصه اللي يمكن يلقاو فيها الماء، يمكن المواشي ديالهم انهم يلقاو في يرعاو، وضمن لهم استقرار من قطاع الطرق وكذا. حيت اذا لاحظتي في واحد المشي تيمشي عند القيد اللي كيتما كيطلب منه هو يحميه من قطاع الطرق. دونك باش هذيك، علاش؟ لان هذوك الناس كلهم الحمايه ديالو. يعني تارتك الطيبه ديال مخلوف. وي. وبالنسبه للعمل العمل كامل الرحاليات، عمل تاريخي، ملي كنقولوا عمل تاريخي فالاعمال التاريخيه كنعرفوا انها كتحتاج واحد المجهودات مضاعفه مقارنه بباقي الاعمال الفنيه، لا من ناحيه الانتاج ولا من ناحيه المجهود الفني. فكفنان فين لمستي الصعوبه من ناحيه الفنيه،
ومن خلال الملاحظة ديالك فين كانت الصعوبات التقنية، فين برزات لك الصعوبات التقنية في العمل؟ وأكيد أن الأعمال التاريخية ماشي بحال الأعمال التاريخي تيكون فيه المسائل كتكون جد مضبوطة كما تنقولوا، وضع الشخصية في المكان ديالها، اللباس ديالها، ما حتى الحوار، حتى الحوار ديال الحوار تيكون حتى هو ديال ديك الفترة الزمنية ولا المنطقة. يعني هاد المسائل خاصها تكون جاية، يعني ضروري خاصنا ندققوا في المصطلحات، تدقيق في المصطلحات وفي اللغة وفي حيت الأشياء تختلف من منطقة لمنطقة. ثانيا تيبقى المجهود الكبير هو في الملابس، هو بحث كبير. فأنا أحيي الناس اللي كانوا مسؤولين على هاد المسألة ديال الملابس وكذا، لأنه بحث كبير. دونك صعوبة العمل التاريخي هو أولا الطاقم الفني اللي فيه، على تقريبا ما يفوق من 62 ممثل هو رئيسي، زيادة على الأدوار التنوية، الأدوار التنوية زيادة على أدوار لي كومبارس. ثانيا عمل اللي لقى مجموعة ديال الفنانين ومن مختلف مناطق المغرب، هذا اللي جميل. كان لقاء مع ناس من الرباط، ناس من مكناس، ناس من قنيطرة، ناس من سطات، ناس من مراكش، ناس كذا. اذا هذه كل واحد جايب ثقافه ديالو، جايب حبوله فكريه ديالو، وحاولنا باش هادشي يكون كله التحم ويعطينا عمل في المستوى. اذا لاحظتي حتى الكاستين اللي كانوا انا اشد على ايدي الناس اللي كانوا مسؤولين على الاختيار ديال الممثلين، ما كاينش شي حد اللي داخل على الميدان. العمل يضم طاقات ابداعيه هائله من الرواد وخريجي مسرح الهوات، من خريجي مع ليزاداك، من خريج المعهد البلدي للدار البيضاء. اذا هذه كلها هي طبيعي فين تكون عندك طاقة فني كلهم متمكن، والأكثرية من هاد الناس الفن كلهم ناس اللي داروا المسرح. فبالنسبة لك مؤخرا غتكون تلاحظتي بأن مجموعة من الوجوه اللي مشهورة في العوالم الافتراضية ولجات لعالم التمثيل، فسي رشيد واش مع ولا ضد هاد الولوج ديال هاد الشخصيات لعالم التمثيل؟ هو أنا ما ضد واحد، وتنقولها هذا ميدان فني مفتوح، ولكن يجب أن تكون عندك موهبة فنية لتزيدنا واحد إضافة نوعية، ماشي ترجعنا للور. فسمح الله بعد الناس اللي تركزوا أن نسبة النجاح ديال العمل ديالهم، تيقولوا أن هاد الناس اللي جناهم غيضبروا لنا واحد نسبة المشاهدة كبيرة، يعني كيبغيو يجذبوا حتى المتابعين ديالهم. هاد تيقول عنده مليون متابع، عنده جوج الملايين، هذا حنا عندنا الله سبحانه وتعالى. حنا بامكاننا اللي غنديروا قنوات حنا يمكن عندنا يكون عندنا متابعين، ولكن حنا تنقولوا كنديروا المسرح كنديروا كذا، هذا هو هذه حرفتنا. ف بالنسبه لهاد الدخلاء الماتش اللي كنقص منه الله يعاونه، فكدير شغلك بقى فيه وخلينا حنا في شغلنا، حنا قادين في شغلنا. رجعوا للرحاليات. الرحاليات دوينا وقلنا بان نجاحه لا غبار عليه، ولكن بعض الناس ومنهم مهنيين في المجال الفني ارتأوا ان الفيلم المسلسل تظلم. علاش؟ قال لك لان الوتيره اللي تعرض بها وتيره العرض الاسبوعي ديال الفيلم المسلسل ظلماته. كان من الأحسن أنه يكون كان يومي، كان غيتبعو المشاهد بواحد الصفة يومية غيكون أحسن. فواش كتوافق هذا الرأي أو لا؟ هي في هاد المسألة هادي على حنا كاين فرق دابا هاد الجيل الجديد والجيل القديم. بالنسبة لينا حنا كنا عندنا هاد متعودين أننا كنشوفو مسلسل حلقة في الأسبوع، عندنا هاد المسلسل
في هذا النهار وعندنا المسلسل في النهار عندنا التعود اذا هذا ما غريبش. ثانيا انا بالنسبه لهاد ان العمل يتقدم في رمضان بشكل يومي انا ضد، لانه كاينه مجموعه ديال الاعمال غيتيه وسطها ما كيركزوش على داك العمل غيتيه وسطها، لانه كاين اعمال اللي ديجا عندها واحد بقات من السنه الماضيه بقى عندهم الجمهور عنده واحد الفكره خصو يكمل واحد الفضول باش يعرف النهايه ديال داك العمل. بالنسبه للحن البرمجه بالنسبه لي انا بالنسبه للبرمجه ديال الرحاليات بهاد الوتيره اللي كاين انا عجباني، لانه سبق رمضان بواحد اسبوعين وتبت راسو وتفرض الوجود ديالو وشد الناس، لان تقريبا ما يفوق من 8 مليون ديال المشاهده اللي كانت في الحلقه الاولى وتقريبا 9 مليون في الحلقه الثانيه. وغادي رغم ما ان تيكون التوقيت ديالو كيتعطل تنكونوا دايرين مع 9 تيجي حتى 9 ونص 10، ولكن الناس كتبقى وكتسناه. فهاد الحلقات اللي سبقوا رمضان خلاو ان المتلقي المغربي يبقى عنده موعد كل خميس مع الرحاليات خاصو يشوفها، وهذا نجاح. الان لاحظتي راه ورغم رمضان رغم هاد الاعمال بقى نسبه المشاهده في التزايد في التزايد، هذا راه بالنسبه للاوديونس اللي كاين الان راه غدا والحمد لله. وغادي والعمل ديالنا غيبقى مرور رمضان ما غيساليش مع الحريره ان شاء الله. الحريره انا من وراء الحريره وحنا غنبقاو نتفرجوا في الرحاليات. وعلى ذكر النهايات كاين واحد المفهوم شائع كيقول بان دائما ملي كتكون النهايه حزينه كتبقى راسها عن الجمهور، فالى اي حد انت كتتفق مع هذا الامر؟ وفي نفس الوقت ما نكرهوش انك ترضي الفضول ديالنا والفضول ديال المشاهدين تقول لنا واش النهايه ديال الرحاليات تكون حزينه او لا مفرحه. انا ما متفقش في هذه النظريه هذه، لان نجاح العمل ماشي في ما هو قصة حزينة أو مفرحة أكثر ما كيفاش المخرج أو السيناريست حاولوا يوصلوا لنا نهاية العمل بشكل فني، فماشي الحزن وماشي الفرح. رغم تكون النهاية تكون بشكل مفرحة الناس تبغي الفرح، نقول الفرح، ولكن وصلوا لي بشكل جميل. حزين ولكن وصلها هي بشكل جميل، ماشي غير صافي مشد عطيه ليا حزن تقول صافي راه يمكن يكون حزين وما يعطيش اقبال. فعلا، وحنا كجمهور حيت حنايا من الجمهور كنبقاو من الجمهور، فواش الرحاليات غيخلينا فرحانين معاه في الاخر ولا غتكون شي نهايه اللي محزنه؟ هو بالنسبه للرحاليات جمع ما بين الحزن والفرح، فاكيد حتى في النهايه غنلقاو الحزن ونلقاو الفرح. فعلا كنشوف واحد التهرب من الاجابه، ولكن ماشي تهرب، هكذا كاين الحزن وكاين الفرح، ولكن شنو اللي غيكون طاغي؟ 50% 50%، ولكن كاين الفرح غيكون الفرح. حنا نبغيو الجمهور، ما نبغيوش الجمهور ديالنا ان نعيشوا في واحد عيش واحد النهايه اللي هي حزينه وكذا، خصنا دائما الامل. وفي نهايه لقائنا ما نكرهوش انك تعرفنا المشاريع ديالك الفنيه الجايه شنو هي؟ بالنسبه للتلفزيون لحد الساعه ما كاين ما كاينش شي مشاريع، ولكن بالنسبه لما هو مسرحي عندي الان جوج اعمال، عمل للمونودرام، انا الان كنشتغل على عمل مونودرام الجنسيه الفلسطيني، وعمل اخر مونودرام ديال الكاتب كسرى ادريس اخطاء مطبعيه الاشتغال على خدمه، وكاين عمل اللي ممكن غادي ندفعوا الدعم ان شاء الله ديال شمع الكاتب الدكتور نادر عبد الطيف. هذو الاعمال، فكنتمنوا لك التوفيق ومزيد من النجاح والتالق. كنشكرك على القدوم ديالك اليوم، شرفتينا. مشاهدينا هكا وصلنا لنهاية لقائنا، على أمل أننا نتلقاكم في لقاء جديد إن شاء الله. السلام عليكم وعيد مبارك سعيد.